النقطة الثالثة التعديلات هي في نظام المنافسة. نظام المنافسة كتقول المادة 3 في الإجراءات الشكلية، شوفوا هذه هي أخطر، أنا بالنسبة لي أخطر مادة اللي جات في التعديلات هي هذه ديال المادة 3. شوف واش كتقول، راه جات شي حاجة جديدة، وهي النقطة اللي دويت أنه حقا هذه ولات الجامعات بتقعدات للرؤساء اللي كيبقاو ينعسوا وكيبقاو يتلاعبوا في أموال الفرق، وما كيجيروش الفرق وما كيحافظوش على الأموال ديالهم وما كيخلصوش اللاعبين. سمعوا المادة 3 راه كأنها جات كدوي مع الفرق اللي عندهم الإمكانيات، الفلوس كتدخل ولكن ما كتبانش، بحال كيوجهوا لهم الهضره ديريكتوم. سمعوا، يقرر ماشي يقر، يقرر يعني مبني المجهول، اللي بحال كنقول فرونسي إلي غوكوني بأن الجامعة لديها أوسع سلطة قضائية. سمعوا هذه الهضرة الجديدة، لها سلطة قضائية. كنعرفوا السلطة القضائية كاين عند المحاكم. دابا هنا بالنسبة للبت فيما يتعلق بالرياضة، لعاب ما يمكنش ليه يمشي يدعي الفرقة ما خلصاتش يمشي يدعي للمحكمة كدين، لا، الجامعة هي السلطة القضائية في مجال الرياضة. دونك الجامعة سلطة قضائية، شوفوا لا سويت على من؟ على رؤساء الأندية، تفاهمنا، ولات عندها سلطة قضائية على رؤساء الأندية. كتقول لهم راه كتقروا بها انتوما، كيقول لك يقرر انتوما اللي كتصوتوا، انتوما رؤساء الأندية اللي صوتوا على التعديلات، راكم اعترفتوا قريتوا اعترفتوا بأن الجامعة لها سلطة قضائية على رؤساء الأندية، ما يبقاش يديروا اللي بغاو، غادي تدخل الجامعة. متفاهمين؟ سمعوا لا سويت. أي سوء تدبير أثناء ممارسة مهامه على الرئيس، ياك، يتحمل تبعات عواقبها. ما بقاش ديك القضية ديال لا حقا ناض المنخرط كيقول لهم حسبان خصو يتحاسب، حسبان خصنا افتحاص خصو يتحاسب وكذا، وقالوا لي بلاتي واخا، وداز العام الأول وداز العام الثاني وداز العام الثالث، ما شفنا لا محاسبة ولا والو، وما شفناش المنخرط بقى كيهضر، المنخرطين كيهضروا على المحاسبة. لو كان تفهموا ما بقاش داك السيبه، ما بقاتش دابا الجامعه غتدخل سلطه قضائيه. واي سوء تدبير اثناء ممارسه مهامه يتحمل تبعات عواقبها. سمعوا لا سويت، كذلك الرئيس والمدير العام للنادي مسؤولون شخصيا، شخصيا ماشي يقول لي لا راه الكاتب العام ولا السكرتير ولا امين المال اللي وقع ولا لا، انت اللي مسؤول، يوقع اللي بغى، انت اللي مسؤول شخصيا. معناها كتولي مسؤول شخصيا، مدنيا كيمكن تتابعك برد الاموال تعويض، وجنائيا انت مسؤول عن تفويت الاموال وتدبير تبذير الاموال، اموال النادي، تبذير اموال الجمعيه. واش فهمنا شنو هي مسؤول؟ راه هي مسؤول. الرئيس المدير العام للنادي مسؤول شخصيا خلاف فترة ولايته عن الالتزامات ذات الطابع المالي، احنا دوينا عليها اللي دخل واللي خرج، وتستمر هذه المسؤولية امتى؟ بعد انتهاء ولايته. سي الزيات السلام عليكم، بعد ولايته سنة الولاية ديالو كيبقى متبوع بهذه المسؤولية بعد فترة ولايته كرئيس بموجب الالتزامات المذكورة، كيتابع بموجب ذوك الالتزامات اللي هما اش الالتزامات المذكوره اللي هي اش هي الالتزامات الماليه. هذه النقطه الثالثه اللي دائما في الاجراءات الشكليه ديال الماده 3 ديال نظام المنافسه، ان يقرر بانه لا يحق له اي رئيس